مستمرين مع حضراتكم، ويعني اعتقد هيبقى لقاء مهم جدا. هو الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ طارق قنديل، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني انا يعني من يعني الحظ كويس جدا ان انا موجود مع استاذ طارق قنديل. احنا بنتكلم على موسم استثنائي، هو واحد من اعظم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. كان انا عايز اتكلم في نقطه مباراه ماميلودي سان داونز ومباراه القطن الكاميروني. دور الاداره بان في الوقت ده. تليفونات كتير جدا كانت بينك وبين الكابتن محمود الخطيب، ازاي اوفر الهدوء للاعبين وارجعهم ان احنا لسه عندنا امل في البطوله. النادي الاهلي بيكرم بعد تتويجه البطوله. استاذ طارق برحب بيك، ودخلنا في الموضوع على طول. على طول، ربنا يخليك. ازيك يا استاذ فاروق، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه. يوم استثنائي، يوم تاريخي في حياه النادي الاهلي. الاهلي هو استثناء، الاهلي استثناء في حياتنا كلنا، يعني في حياه البشر كده. الاهلي ده حاجه قبها، يعني ما شاء الله، يعني في حاجه بنفخر بيها كلنا يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا السنه دي كرم يعني نفتخر بيه كلنا، وتانيه دايما في اذهاننا كعشاق للنادي الاهلي. واي حد ولو ليه حاجه بسيطه قدمها خلال الموسم ده، فده حاجه كبيره جدا في ظل كل النادي الاهلي قبله من معطيات كتير. زي ما كابتن محمود الخطيب قال في كلمته، في تحديات كتيره قوي قابلت النادي الاهلي، ومع ذلك كان هو البطل وعمل موسم تاريخي. ماذا حدث بعد مباراة ماميلودي سان داونز والهدوء اللي الكابتن الخطيب قال ضروري نوفره للفريق، ضروري ان احنا ندي اللعيبه الامل ان احنا لسه في البطوله؟ لان اعتبر ان البطوله دي والمرحله دي هي واحده من اهم واصعب المحطات في تاريخ النادي الاهلي وفي مشواره، وحضرتك كنت رئيس البعثه في هذا التوقيت. هقول لك حاجه يا استاذ فاروق، كنت رئيس البعثه فيها والكاميرون، احنا كان البعثتين مضمومين مع بعض يعني. الحمد لله، هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ودايما لما بيكون الاداره عندها جزء من، الحمد لله، جزء كبير من ادراك المسؤوليه والوعي اللي هو وعي كامل الحمد لله متواجد، بيبقى وقت الانكسارات او اي اخفاق بيكون على طول تعرف ازاي ان الدنيا تقف على رجليها يعني. والحمد لله يعني هو ده اللي كان حصل في السفريتين دول. كابتن محمود الخطيب طبعا ادارها بحكمه بالغه، وفي نفس الوقت تم توفير الهدوء الكامل. يعني لو تفتكر حاجه، كان بعد المباراه ياها كم من الموتيفيشن او تنشيط يعني للعيبه، بحيث ان يخرجوا عن الحاله اللي بتبقى بعد اي هزيمه مش كويسه يعني. وفي نفس الوقت كان في استعداد جدي ان البطوله بتاعتنا، اللي هو الحمد لله وربنا كرمنا في ماتش الكاميرون اللي هو كان ليه نصيب في اخدنا البطوله، كان لينا نصيب ان احنا الماتش ده. واقول لك سر ساعتها، محمد الشناوي لسه بيفكرني بعد ماتش الكاميرون، قال لي هتبقى معانا في المغرب في النهائي يعني، اول ما خلصنا ماتش الكاميرون يعني. فانا سكت وما ردتش يعني، بصيت له ان كان لسه الواحد برضه الايه الفرقه كان ما بنفرحش لما بنعمل انجاز يعني. فمع ان ماتش الكاميرون كنا كسبانين نتيجه كبيره وكل حاجه، بس كنا عادي يعني، ما كانش في حاجه تخلي ان الواحد يبقى مبسوط يعني. بس للامانه لعيبه رجاله جدا، وزي ما بقول لك كابتن الفريق ساعتها محمد شناوي، واحنا لسه مستنيين نتائج فرق اخرى، قال لي هتكون معانا ان شاء الله، هنكون مع بعض في المغرب في النهائي. فالحمد لله ربنا كريم وربنا كرمنا في الموسم ده، ويا رب تتكرر مواسم كتير. استاذ طارق، قبل ما اختم معاك، النادي الاهلي في بدايه الاعلان عن برنامج الانتخاب اللي كابتن محمود الخطيب قال لك عايزين نعزز موارد النادي الاهلي. شفنا الرعاه وعود الرعايه اللي اتعملت، وان النادي الاهلي النهارده بيجني هذه الثمار وبيوصل رساله ان كلمات الرعايه وعود الرعايه دي ما كانتش مجرد كلمات او مجرد فلوس، ولكن انت بتشتري قيمه وبطولات النادي الاهلي. طبعا طبعا، هو الرياضه بقت صناعه، وصناعه مهمه جدا، والحمد لله هو ده النادي الاهلي اللي ماشي عليه، اللي هو هو درة الالعاب كلها، او العنصر الرئيسي اللي يخلي الالعاب دي كلها نشطه، والانشاءات والخدمات. انت يكون عندك موارد، وعشان يكون معاك عندك موارد كويسه لازم يكون ليك شركاء في الكلام ده اللي احنا بنسميهم الرعاة. والحمد لله النادي الاهلي دايما محظوظ برعاته، وبتبقى العلاقه عشان الاهلي برضو مؤسسه مستقره ومؤسسه قائمه على
اسس ما بتتخلاش عنها، فعشان كده اي راعي الحمد لله بيفضل بيكون مستريح جدا وهو بيتعامل مع النادي الاهلي. فدايما يا رب النادي الاهلي في العلالي، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. نبارك لبعض ان شاء الله بعد ال 12 باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. كلام مهم جدا من الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وزي ما قلنا دور مجلس اداره النادي الاهلي في توفير المناخ الملائم والمناسب. تحدث ايضا عن دور مش هقول الرعاه، الشركاء النجاح، هو ده النادي الاهلي وهو ده كل فرد بينتمي لمنظومه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا.